في حالة الطعن بالسكين من الأسفل لأعلى في البطن بالشكل ده، اللي هي من أسفل أهو لأعلى بالشكل ده، جيت معايا عشان نعرف هنتخلص منها إزاي. اتحركت أنا، غيرت المدى، غيرت الاتجاه بتاعي بعيد عن المدى بتاع السكين. أنا كنت هنا، فاتغيرت خطوة الناحية دي عشان نكون في مواجهة مع الدراع، نعرف نمسك بالشكل ده. إيدي اليمين هتمسك من هنا من عند مفصل الكوع من الداخل من هنا، والإيد الشمال هتمسك من هنا من عند مفصل الريست، والإبهام هيضغط على القبضة أو على كف اليد وهيلف معايا. شايف الإبهام هنا بيضغط إزاي؟ هننزل بيه كده بالشكل ده، والدراع اليمين هيمسك الكوع ونلف الاتنين مع بعض بالشكل ده. كده أنا شليت مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الريست. السكينة هناخدها برضو الاتجاه. كده معايا مفصل الكوع ومفصل مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الريست، شليت حركة 3 مفاصل. هناخد السكينة بالشكل ده. اتحركت أنا من هنا أهو، لو فضلت أنا مكاني السكينة هتدخل في بطني، فأنا بنتحرك بناخد الخطوة ديت للناحية دي. بنفس اللحظة اللي أنا بنتحرك فيها إيدي الاتنين بيطلعوا مع بعض بالشكل ده. هنمسك برضو من المسافة اللي هي بين مفصل الكوع ومفصل الريست، هي دي المسافة اللي هشتغل منها. إيد اليمين هتمسك من هنا والإيد الشمال هتمسك من هنا، هيطلعوا مع بعض أهو. بس الإبهام هنا بيعمل إيه؟ بيضغط على قبضة الإيد بالشكل ده. الوقت اللي أنا بنضغط فيه نلف مفصل الكوع دوت للناحية للاتجاه اللي هو لناحيتي، نلف وفي نفس الوقت الإبهام بيضغط على مفصل الريست عشان يكون بالشكل ده. كده أنا شليت حركة مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الريست. هنمسك كده وهناخد السكينة في الاتجاه ده، هناخدها مع بعض بشكل سريع المرة دي. كده شليت حركته بشكل نهائي، معرفش يحرك إيده التانية أو يستعملها. أول ما تمسكوا الماسكة دي هتاخد السكينة بالشكل ده للناحية دي.